وكان نبينا سيد العارفين، من رأى بديهة أول مرة هابه الله سلم، ومن خالطه أحبه. وحتى دخل عليه بعض العرب وهو جالس في المسجد، قلت فلما وقع نظره عليه ارتعد، أخذ النبي إلى طفه فيقول هون عليك هون عليك، إني لست بملك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني القوت حق الفقراء والمساكين، قال أنا أمي تأكل هذا اللحم المجفف، أنا من بيت فقير، ما لا ترتعد، لا ترتعد، لا ترتعد. ومن يكون الملوك عنده يقول إني لست بملك، إني صلى الله عليه وسلم. وإيش للملوك عند سيد الوجود حبيب الملك سبحانه وتعالى، ولكن هكذا كان خلقه الكريم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب. اللهم صل عليه. قال أول ما وقع نظري عليه عبد الله بن سلام عرفت أنه صدوق تبت، ليس بوجه رجل كذاب ولا غماز ولا عياب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله.